اوكي غيرنا بالشكل بس والديكور نتفي، ولكن المضمون هو ذاته. بعد في قسم نقد بالاستوديو ورح نرجع نروح نزور الفنانين ببيوتها، لانه كمان هذا الفقره واذا بدك الانترفيو للفنانين الناس بتحبها كثير. عندنا فقره جديده هي دخول مخضره لنحكي موضه، ولكن موضه بطريقه اذا بدك عميقه شوي، مش كثير سطحيه مثل ما كثار معتمدين. بدي احيي كل جماعه الاونلاين، جماعه الاونلاين يعني كثير عزيزين علي، لانه انا من الاونلاين جيت على التلفزيون.